سكني الصعيد يلي من البحيرة ويلي من أهل الصعيد هنوا بعضيكم وباركوا جمعنا السعيد سينا رجعت كاملة ليلة ومصر اليوم فايد مصر اليوم فايد يلي من البحيرة مصر اليوم فايد مصر اليوم فايد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق وإمام النبيين. من حسن الطالع إن النهاردة نعيش ذكرى طيبة للمولد النبوي الشريف، وأنا أعتقد أن هذه الذكرى الطيبة فيها عودة لأشياء كثيرة جدا، ولذلك الصالون المحور النهاردة له مذاق مختلف يجتمع فيه ثلاث رمزيات. الرمزية الأولى بركة الزمان اللي احنا عايشين فيها. الرسول عليه السلام يقول إن لأيام ربكم في دهركم نفحات فتعرضوا إليها. ومفيش أحلى من ذكرى مولد سيدنا رسول الله، يوم ولد فيه سيد الأنام، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. الرمزية الثانية كما أن للزمان بركة فللمكان بركة، ومفيش أعظم من بركة سيناء. سيناء اللي ذكرت في القرآن، سيناء اللي تجلى ربنا عليها، اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، سينا اللي أقسم بها المولى عز وجل، والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، فجعلها وسطية بين التين والزيتون وهي أرض فلسطين كناية عن بيت المقدس، ووسطية أيضا بين البلد الأمين وهو مكة المكرمة كناية عن البيت الحرام، فجعل سينا وسطية حينما يقسم بين البيت الحرام والبيت المقدس، فتكون سينا في الوسط وطور سنين. هذه منزلة لهذه الأرض الطيبة المباركة اللي تجلى عليها المولى عز وجل. فأن تأتي رمزية المكان وتأتي رمزية الزمان وتأتي رمزية الإنسان، لأن احنا في الذكرى العطرة لسيدنا رسول الله. الرمزية الأخيرة أن يأتي هذا الصالون مش بس من العريش ومش بس من أرض سينا، بعد ما غابت سينا رتح من الزمان كنا كلنا حاسين أن روحنا بتتاخد معاها، لكن شاءت الأقدار أن تصيق لهذه الأمة جيش يحمل في أخلاقياته الفروسية، وقائد وزعيم يحمل في طياته أخلاق الفروسية. فسقط الأقدار الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان ينقذ البلد من الإرهاب ومن التطرف، وسقط الأقدار هذا الجيش العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه وأثنى عليه من خلال سيدنا رسول الله، وكان بيتكلم أن جند مصر هو من أعظم أجناد الأرض. هذه كلها عوامل تخلينا النهاردة نسعد وإحنا بنعمل الصالون بتاعنا، لأن ليه معنى آخر وليه مدلول آخر وليه مذاق آخر من هذه الأرض الطيبة المباركة ومن هذه المركز الإشعاعي التنويري. الحقيقة بيشرفنا النهاردة في الصالون رموز كتيرة من أبناء سينا ومن أهل سينا، على رأسهم طبعا
سيادة المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة. اللواء محمد عبد الفضيل شوشة رجل تاريخه الحافل يجعل أن نقول بصوت مرتفع أنه اختيار صادفه التوفيق في هذه المرحلة، لأننا عمر كبير 40 سنة في الأرض دي، عايش مع أهلها وعايش مع ناسها، فعشت كل الأحداث وكل المراحل. عشت معاه لما كان قائد سلاح الحدود لما حصل الاجتياح، وشفت مواقف الرجال كيف تكون لما حصل الاجتياح للحدود في سنة 2008. عشت معاه وهو محافظ شمال سيناء، وعشت معاه وهو محافظ جنوب سيناء، وعشت معاه وهو بيدرس بعد ما خرج وساب كل المراكز دي بيعيد صياغة الحركة العلمية ويحاول يحقق رسالة الدكتوراه. فهو مش بس قيادة ومش بس قدوة، لكنه عالم ومفكر، واختار الموضوع موضوع حيوي جدا، وناقش الدكتوراه بتاعته في كلية أركان حرب، ولعل جامعة سيناء كان لها نصيب من هذا من خلال أستاذنا الدكتور حاتم البلوك. تاريخ حافل تاريخ مشرف يكتب بحروف من النور لشخصية سأها القدر في هذه المرحلة حتى تتبوأ مقعدها في ظروف صعبة لإعادة الاتزان إلى هذه المنطقة ولإعادة الحياة مرة أخرى بعد أن غابت رتح من الزمان. لكن من حسن الطالع ومن حسن القدر إن إحنا وإحنا بنحتفل بالمولد النبوي الشريف، ناس كتير ما تعرفش إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عطرة من عطرة سيدنا رسول الله، والرسول قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسولي وعطرتي من بعدي. عطرتي أي أن النسب الذي خلفه سيدنا رسول الله. ناس كتير ما تعرفش أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من نسب الرسول عليه السلام، ناس كتير ما تعرفش أنه يرجع الجد علي زين العابدين ونسبه للحسين ابن فاطمة. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن يهب الأمة العربية الآن في أقصى الشرق في الأردن عطرة من عطرة سيدنا رسول الله الملك عبد الله ابن الحسين، ومن أقصى الغرب عطرة من عطرة سيدنا رسول الله الملك عبد الله ابن الحسن، ثم تسوق الأقدار أن يهب للوسط أيضا عطرة من عطرة سيدنا رسول الله الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونحن في المولد النبوي الشريف فنحن نقول أن هذا من حسن الطالع على هذه الأمة، ونحن لنا أمال كبيرة ولنا طموح أكبر في أن سينا دي تبقى بعث جديد لاقتصاد مصر. سينا دي تعود مرة أخرى بكل ميزاتها النسبية لتتحول إلى قدرات تنافسية، لتتحول إلى فعلا شيء يبقى إضافة كبيرة، ولن يحدث هذا إلا بالتنمية. ولما نتكلم عن ذكر رسول الله ندرك أن هذا النبي العظيم جاء بالدين السمح، جاء بالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لم يأتي إطلاقا بالسيف كما يدعون، قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس وما جاءوا لسفك دمي، جهل وتضليل وأحلام صفصفة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم، والناس إن ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب على الدنيا أجدى من السلم، والشر إن تلقاه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقاه بالشر يحتسبه. هذا هو حقيقة الدين الذي جاء بالدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لم يأتي هذا الدين بالإكراه، ولم يأتي هذا الدين. ما نراه الآن هو شيء لا يمت للإسلام بصلة ولا للدين بصلة، إنما هما دخلاء على الإسلام، صناعة للأسف استعمارية
دواعش وكل ما يقال في هؤلاء الناس، الحقيقة الدين منهم براء والرسول منهم بريء، وهؤلاء هم خوارج أهل الزمان. لكن من فضل الله علينا أنقيد الله لهذه الأمة جيشا وزعيما وقائدا، استطاع أن يحصر هذه الظاهرة الدخيلة على هذه الأمة. والغريب والذي أعجب إليه أنه لم يتفرغ فقط للقضاء على الإرهاب، وهو قضية معركة كبيرة، لكنه كان يحارب الإرهاب، وعلى الجانب الآخر يتخذ من القرارات الاقتصادية الصعبة ومشاكل التنمية في البلاد كلها شرقها وغربها. وأخطر مشكلة كانت بتتحل في الأيام دي إعادة الخريطة السكانية في مصر، العلاقة المختلة بين المكان والسكان، وبدأ ينشئ مدن جديدة في العاصمة الجديدة، ومنشئ مدن جديدة في الجلالة، وبدأ ينشئ مدن جديدة في العالمين، حتى يعيد رسم الخريطة السكانية، لأننا كنا نعيش على مساحة لا تتعدى 8-9%، الآن يحاول أن تتسع هذه المساحة 3 مرات حتى يتسع لأهلنا، حتى نترك للأبناء والأحفاد حياة كريمة في مساحة متسعة. لابد أن يدرك الناس ما يفعله هذا القائد وهذا الزعيم في ظل قيادة رشيدة وهبتها الأقدار لهذه الأمة في هذه الظروف الصعبة. من هنا من أرض سيناء، ومن منبر من منابر التنوير على أرض سيناء، من جامعة سيناء، نبض الحياة يعود إلى سيناء مرة أخرى. وإذا كان لي أن أحيي المحافظ السابق اللواء عبد الفتاح حرحور، فإنني أقول أن خير خلف لخير سلف قد جاء ليكمل مسيرة للبناء، مسيرة للتنمية، مسيرة لإعادة صياغة الحياة على هذه الأرض الطيبة. فأنا باسم صالون المحور وباسم كل من يعشق هذا الوطن وينتمي إليه، بأقدم تحية سابقة للواء سيد حرحور، وتحية لاحقة للواء محمد عفيل شوشة، وحب وإكبار من هذه المنطقة ومن مصر كلها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. الصالون النهاردة هناخد منه مساحة لأبنائي في جامعة سيناء، وهناخد منه مساحة لأبنائنا بشمال سيناء، ويعلم الله يعني كم أنا هذه الأرض تعيش في قلبي ووجداني، وأهل سيناء كم يعيشون في قلبي ووجداني. فأنا يعني جزء من هذه المنظومة، يعني عشت رطحا من الزمان فيها 40 سنة تقريبا أو 38 سنة بالضبط، بحسيت فعلا إن أنا جزء من هذه المنظومة، من الأرض ومن السكان ومن كل نسمة هوى موجودة في هذه المنطقة. فأسلج صدري اليوم في زيارتي للجامعة الصبح وشفت أبنائي. هذه الجامعة لها رسالة، ليست فقط تمنح درجة علمية لابن لها، لكنها تبني الشخصية. فكان دائما أبناء سيناء ليهم دور، ودور إيجابي، لأن إحنا الأستاذ عندنا ما هوش أستاذ بيدرس مادة، الأستاذ عندنا صاحب مدرسة فكرية وصاحب رسالة، وعندنا تجربة المشرف الطلابي اللي موجودة، اللي إحنا جامعة سيناء فيها رائدة، أن كل مجموعة من الطلبة لهم مشرف وينتموا إلى مدرسة هذا الأستاذ. فإحنا عندنا مع منح الدرجة العلمية بنهتم جدا بتربية الشخصية. ده أنا شفته النهاردة بنفسي لما مريت على الكليات. يعني أنا فعلا بأسجل شكري لكلية الهندسة وعامدها وأساتذتها، بأسجل شكري لكلية الصيدلة وأساتذتها وعامدها، وبسجل شكري لكلية طب أسنان. شفت التطورات الحقيقة يعني أسلجت صدري جدا، وأداء، وطبعا بيت الكليات التانية، الإعلام والآي تي والإدارة، كل ده يعني حسيت فعلا انها هذه المنارة الطيبة. ولو ان شهادتي مشروخة لان انا على رأس هذه المنظومة، لكن ده نوع من
الحق اننا نطرحه ونقوله. انا بشكركم جدا جميعا. النهارده الصالون ده بنقول للناس كيف رجعت نبض الحياه مره اخرى، وجامعه سينا هي واحده من النبضات القويه في هذه المنطقه، حينما عادت جامعه سينا اوجدت نوع من النبض في السكان وفي الناس وفي الحياه مره اخرى. وده اكبر رد على الارهاب، انهم لم ينجحوا في ان يعطلوا الحياه. وليسمع الجميع ان مصر عصيه على اي واحد يحاول ان ينال منها او ياخذ منها، وان سينا عصيه على اي حد يخرب فيها او يحاول او تمتد يد الافساد فيها، لان مصر وسينا الاثنين وحده واحده. وربنا سبحانه وتعالى خلق في هذه الامه رجال صدقت فيهم الايه الكريمه، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبجيلا. اسمحوا لي اولا بعد ما ارحب بكل الضيوف من اهالي سينا والسيد نائب المحافظ سياده اللواء هشام والسكرتير العام المحافظه وكل القيادات والساده النواب وكل المشايخ والقبائل والعواقل اللي موجوده والجماعه بتوع المجلس القومي للمراه يعني، وابنائي طبعا الطلاب والاساتذه والاجهزه المعاونه. ادي الكلمه رائد من الرواد، وزي ما قلت لكم قياده وقدوه وعالم ومفكر ومقاتل وفارس، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر دكتور حسن راتب على كلمته اللي قالها، ويعني احنا النهاردة انا طبعا متابع جيد لصالون المحور، ولكن النهاردة الصالون يعني فيه طعم تاني كده، انه بيدار او بيزاع من سينا وبيحمل مناسبتين. المناسبة الأولى زي ما قال الدكتور حسن ذكرى المولد النبوي الشريف، والذكرى الأخرى اللي هي إن شاء الله مراسمها هتتم باكر إن شاء الله، وهو إحياء الذكرى الأولى لشهداء قرية الروضة اللي طبعا كان حادث أليم مرت بيه مصر بالكامل، ولكن يعني أنا بعتبره أن كان هذا الحادث فتحة، لأن بعدها مباشرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في احتفال المولد النبوي اللي كان بيلي الحادث الأليم، وكلف السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالقضاء على الإرهاب في مدة لا تتجاوز 3 شهور، وبالتالي بدأت الإعداد، وزي ما بنقول كده بدأت العجلة تلف في ملحمة القضاء على الإرهاب، وبدأت فعلا يوم 9/2 بداية العملية الشاملة سينا 2018، وكانت الشرارة بتاعتها زي ما قلت كانت هم شهداء قرية الروضة اللي بندعو لهم وهم طبعا في الجنة، ويعني احنا في هناك الحديث الشريف ان الشهيد له ست حاجات بتتحقق له، اهم حاجة فيهم او العنصر السادس فيهم وهو انه يشفع ل70 من اهل بيته، فيعني شرف كبير وكرم كبير ان شهداء الروضة رغم ارتفاع عددهم اللي وصل حتى الان 309 شهيد، الا انهم يعني دول 309 شفيع
لسبعين نضرب في سبعين نجد ان يعني ممكن كده اهالي الروضة واحباب اهالي الروضة حينولوا من هذه الشفاعة. طبعا بنتذكر هذا الحدث، وان شاء الله بكرة احياء هذه الذكرى، وان شاء الله هتكون صلاة الجمعة من مسجد الروضة. واذا كان هناك معنى ان احنا بنتذكر هؤلاء الشهداء، الا ان المعنى الاكبر والاشمل ان العملية اللي شرارتها بدأت من احداث مسجد الروضة، انا بقول ان هي حققت الاهداف بتاعتها، وانا بتهالي ايام خلائل ان شاء الله، وان شاء الله العملية سينا 2018 العملية الشاملة ان شاء الله توصل للمدى بتاعها، وتستطيع ان تقضي على الارهاب والارهابيين. وانا متهيألي وكل مواطن عايش هنا على ارض سينا عارف ولامس مدى الامن والامان اللي بدا يتحقق خلال هذه الايام، واللي كان نتيجته الرئيسيه بعد تولي المسؤوليه في 1/9 ان جميع الوسائل اللي هي تعيد مظاهر الحياه الى سينا ظهرت. وكان اهم هذه المظاهر وانا شخصيا اصريت عليه وتنفذ، هو ان دخول التعليم ما قبل الجامعي طلبة المدارس الابتدائية والتعليم الجامعي على وجه الخصوص انه يتم تنفيذه في توقيته المحدد زي اي محافظة اخرى، ان يتم فتح الجامعات وعودة الطلاب في الجامعات وعودة التلاميذ الى مدارسهم. ده كان هدف استراتيجي رئيسي عشان نعيد الحياة الى ما كانت عليه. وانا بقول ان اصراري انا شخصيا على عودة الطلاب وافتتاح جامعة سينا في توقيتات الدراسية بتاعتها، ده ما كانش حاجة من عندي، لا ده انا بقول ان ده كان مطلب شعبي. وانا بقول وبأصر على هذا ان عودة جامعة سينا الى انتظام الدراسة فيها ده كان مطلب شعبي لأهالي محافظة شمال سينا، وأنا كنت وسيلة لتلبية هذا المطلب. واللي أنا شفت أثار هذا المطلب وهذا التحقيق لهذا المطلب ظهرت على مدينة العريش بصفة خاصة، وعادت الحياة إلى مدينة العريش نتيجة تواجد طلاب الجامعة، طبعا طلاب جامعة سينا في الأساس ثم طلاب جامعة العريش. أنا طبعا بوجه تحية شكر وتقدير إلى السادة أعضاء هيئة التدريس في جامعة سينا على المجهود اللي هم بيبذلوه، وعلى أنهم بيتحملوا مشقة السفر، وأنا بعتذر لهم عن أي تأخير أو تعطيل لهم وهم جايين الجامعة من على المعديات. أنا عارف أن هناك مشكلة وأنا بعتذر عن هذه المشكلة، ولكن يجب أن احنا كلنا نحط اعتبار أمن البلد رقم واحد وبعد كده. إنما أنا واثق أن هذه الحالة إن شاء الله سوف تعود مرة أخرى، ولكن أنا حقيقي بقولها بكل صدق، ويمكن بلغت بهذا الموضوع أستاذي طبعا وأستاذ يعني الجامعة كلها الدكتور حاتم، اللي هو طبعا كان أنا شخصيا شرفت واستفدت كتير جدا في أنه كان مشرف على الرسالة، رسالة الدكتوراه اللي أنا أعدتها. فأنا بقول يا بخت طلبة وطالبات وأعضاء هيئة تدريس جامعة سينا بوجود مثل هذه القامة بينهم بالفكر المستنير اللي أنا شخصيا استفدت منه وبدله طبعا بالولاء. إذا كان يعني إن شاء الله هقدر إن أنا أعمل حاجة وأطبق شيء من رسالة الدكتوراه بتاعتي، فيعود الفضل في هذا التوجيه
إلى الدكتور حاتم. فأنا قدام حضراتكم كلكم بشكره وبهنيكم كلكم إن هناك رجل في قامة الدكتور حاتم موجود في جامعة سين. طبعا يعني أنا سعيد بوجودي في هذا الصالون، وبالمناسبة خلوني باسم الحضور من الصالون نرحب بالأستاذة إلهام من وزارة التربية والتعليم، مدير الإدارة المركزية، مدير الإدارة المركزية لمتابعة مكتب وزير التربية والتعليم، واللي جاية النهاردة وصلت إلى محافظة شمال سيناء، وجاية على فكرة مرور مفاجئ على مدارس سينا. وانا استقبلتها النهارده في المكتب بعد ما خدت الجوله بتاعتها بدءا من بير العبد لغايه العريش، وانا سعدت جدا ان لقيت عندها شعور بان اللي شافته في مدارس شمال سينا لم تراه في القاهره والجيزه، فده حاجه يعني انا شخصيا سعيد بهذا. متشكرين لحضرتك، ويعني إن شاء الله إحنا المحافظة، أنا بقول الحوادث اللي بتحصل حالياً في المحافظة المعدل بتاعها زيها زي أي محافظة موجودة في مصر، فإذاً بالتالي محافظة شمال سيناء إن شاء الله في طريقها إلى إن شاء الله الأمن والأمان، وإن شاء الله لن يتحقق الأمن والأمان إلا بالتنمية. يعني أساس لازم التنمية تبقى سابقة الأمن بخطوات، والتنمية لن تتحقق بمحاورها المختلفة، وأهمهم طبعا التنمية البشرية المتمثلة في التعليم، سواء التعليم الجامعي أو التعليم ما قبل الجامعي. فأنا سعيد بوجودي النهاردة في صالون المحور، وعايز أستمتع أكتر واستمع إلى ما قاله الدكتور حسن راتب في أن الصالون الغالبية العظمى منه مخصص لأبنائنا الطلبة. حبقى سعيد قوي أسمع في أفكارهم وأسمع آرائهم، لأن أنا مؤمن بأن الأفكار الجريئة والنيرة ما بيجيش غير من الشباب، والكادر الشبابي هو اللي بيوجهنا في مسيرة العمل. فبشكركم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله نحتفل سنويا بذكرى المولد النبوي الشريف من العريش ومن جامعة سينا اللي أنا بعتبرها منارة العلم، واللي أنا يعني بعد ما توليت المسؤولية هنا، أنا طبعا كنت قبل كده متولي المسؤولية من 10 سنين فاتوا ورجحت تاني، كلمت الدكتور حسن في التليفون وقلت له أنا مصر على أن جامعة سينا تفتح في توقيتها، واللي أهم لأن كانت مشت إشاعة في المحافظة كده أن جامعة سينا هتروح بقى في الدفى شوية في الأمطرة، وطبعا أنا أكدت عليه بأن هذا الموضوع يعني مرفوض شكلا وموضوعا، وهو كان يعني عند كلمته أن أساس جامعة سينا مدينة العريش، وستظل جامعة سينا المنارة في جامعة العريش إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، واتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. شكرا سيادة اللواء أركان حرب الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة. هذه لقب الدكتور دلوقتي أصبح لقب يعني ضروري الحقيقة، وأنا تسمح لي يعني هطلب من المجلس الجامعة، أنا راجل أؤمن بالتخصص ما بقولش قرارات، لكن هطلب من مجلس الجامعة أن تكون المادة التي منحت فيها الدكتوراه، لأنها مادة حيوية حاكمة للحياة في سينا، لأن أنا أي واحد يتخرج دكتور من سينا، صيدلي من سينا، ما يكونش عنده ثقافة سينا، أنا بعتبر إن ده جزء ناقص في الثقافة بتاعته. ولذلك أرجو إن هذه المادة تدرس في جميع الكليات العملية والنظرية.
ده نوع من انواع الايه. احنا كان عندنا ماده على فكره كانت اسمها تاريخ سيناء وانا اللي كنت بدرسها، وكانت ماده تحفيزيه يعني ما فيهاش نجاح وسقوط، لكن اللي كان ينجح فيها ويجيب درجات عاليه ياخد سكولرشيب، ياخد ميزه. انا برضو عايز ان الماده دي تبقى ماده تحفيزيه، اللي ينجح فيها ياخد ميزه، يا نخفض له مصاريفه، يا نديله سكولرشيب فري، يا نديله هديه كبيره، يا نعمل لها جايزه اخر السنه، لان انا عايز الناس تتبارى في ثقافه سينا دي. اروح لاستاذنا دكتور حاتم البلوك. دكتور حاتم البلوك على فكره هو ابن من ابناء سينا وابن من ابناء العريش، وعيله البلوك في العريش من العائلات المثقفه والمتعلمه، واعلى نسبه تعليم وثقافه في العائلات في العريش هي في عيله البلوك. والله يرحمه بقى ايه، حلم البلوك كان اسم كبير في الاذاعه، بل كان رئيسا للاذاعه. وعلى فكره من قبل ما الدكتور حاتم يجي وهو ليه صوره متعلقه كبيره رسمها له مصطفى حسين، لان انا كنت جايب الفار ابناء سينا، درويش الفار ابناء سينا، وانا بعتبر ان من الكاليبرز لابناء سينا لابد ان احنا يعني نخلد اسمهم، بغض النظر كان ساعتها مش موجود معانا خالص ولا كان في فكره، كان ساعتها نائبا لرئيس جامعه حلوان. وبعدين وانا كنت حاطط صورته عشان يشاء القدر ان هو يجي بعد كده رئيس جامعه بعد كام سنه، جامعه سينا 2005 وهو جاء رئيس جامعه سنه اخر 2012، فمن 5 ل 2012 بعد 7 سنين يجي رئيس جامعه سينا. نحن نقدر ابناء هذه المنطقه ونحترمهم ونحبهم ونجلهم، ولا بد ان ياخذوا يعني حقهم من العلم والعلماء. اروح لاستاذنا الدكتور حاتم عشان نبدا بعد كده نعيش صالون بايه، بتقاليده بقى، صالون بتقاليده. الناس بتقول شعر، بتقول غنوه، بتقول كلمه، بتقول راي، بتقول رؤيه. والطرح المره دي هنحط له عنوان بعد ما استاذنا الدكتور حاتم يتكلم. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبه المولد النبوي، و برحب بضيوفنا وعلى راسهم سياده الدكتور اللواء المحافظ الوزير محمد عبد الفضيل شوشه. وانا حقيقه بشكره لانه قال كلام اكثر مما استحق، انا بشكره. وعايز اقول حاجتين. الحاجه الاولانيه انه انا اشرفت على العديد من الرسائل، ماجستير ودكتوراه، وكان الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه من انبه وانبل وافضل الباحثين الذين تعاملت معهم. هو عارف هو عايز ايه، لا يحتاج الى، وكل ما وضع في الرساله هو اجتهاد شخصي منه، ومجرد احنا نضبط نوجه نزود. يعني دكتور محمد عبد الفضيل شوشه رجل من أفضل الباحثين الذين رأيتهم في حياتي، وهذه شهادة لله وللتاريخ. النقطة الثانية أنني قد تمنيت ورجوت الله وأشهد الله أن يكون اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظا لسيناء، لشمال سيناء، وقد تحققت أمنيتي والحمد لله. ويوم ما سمعت أنه بقى محافظ لشمال سيناء أنا كنت من أسعد الناس. ليه؟ مجرد شيء له علاقة بما أنجده هذا الرجل. هذا الرجل لديه تصور كامل في رسالة من أفضل الرسائل عن سينا، لديه تصور كامل عن تنمية وتعمير سيناء شمالها وجنوبها، وكيفية التعامل مع القبائل، وكيفية معاملة كل الأمور، سواء على الطريق الأمني أو على طريق التنمية، وكيف الشيئان معا يستمران في نفس الوقت. ولا يمكن، ودي قناعته وقناعتي أنا، محاربة الإرهاب فقط بالسلاح. من يرفع السلاح على الدولة لا يعامل إلا بالسلاح.
لكن الإرهاب وفكر الإرهاب يقاوم بالفكر ويدفع بالفكر، وده صلب ما جاء في رسالته. ورسالته خدت سينا، معلش أنا خدت وقت، لأن الرسالة في تنمية وتعمير سيناء كل شبر من 64,000 كيلومتر مربع بتوع سينا هو بيتكلم عنه. بشكره مرة تانية وبقول له ده أكثر مما أستحق، وبرحب بي وبحضراتكم جميعا. نتفرج على فرقة الفنون الشعبية عندنا في جامعة سينا اسمها فرقة إبداع، وحصلت على المركز الأول في الجامعات، وأنا أحب إن احنا نتفرج عليها. سيناء أرض الفيروز ومهد الأديان. قرر الدكتور حسن راتب عام 2005 أن ينشئ جامعة سيناء منارة علمية وقاطرة للتنمية المستدامة، لتبدأ مرحلة التحدي ببناء صرح علمي عالمي على مساحة 100 فدان تم بناؤه على أحدث الطرز العالمية داخل قرية سما العريش المليئة بالخدمات والمطلة على البحر المتوسط، لتبدأ الجامعة نشاطها بست كليات، وهم كلية طب الفم والأسنان، كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي،
كلية العلوم الهندسية، كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، كلية إدارة الأعمال والتسويق الدولي، كلية تكنولوجيا الإعلام، وكان فكر الدكتور حسن راتب واهتمامه الأكبر منذ النشأة الأولى هو البنية التحتية للجامعة بهدف بناء مدينة متكاملة بأحدث الأجهزة التكنولوجية المتطورة لتكون هي الرائدة في مجال التكنولوجيا والبقية يتبعونها. وهذا هو هدف الجامعة الآن ومستقبلاً وشعارها جامعة سيناء خطوة واعدة للمستقبل، وأن تبدأ من حيث انتهى الآخرون لتكون مركزاً للتميز يضم صفوة علماء مصر. قام أستاذ كبير عظيم قال لي أنت بتعمل جامعة من غير طلبة؟ وانزعجت يوميها، قال لي مين هيجيلك؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى رزقني برد ساعتها بقول لابنائنا عشان يعرفوا حينما يؤمن الإنسان بقضية مفيش أعز على الإنسان إلا بالرسالة يعتنقها أو عقيدة يؤمن بيها. قلت له أنا جاي في سينا على قدم سيدنا إبراهيم في واد غير ذي زرع، أنا علي الأذان وعلى الله التلبية، فلبى المولى عز وجل وكانت جامعتكم والتي من أول يوم كانت عليها ويتنج ليست للطلبة. ليصل عدد الطلاب إلى ما يزيد عن 7000 طالب، وبدأ الفكر يمتد إلى التوسع في الجامعة لتنشئ فرعها الثاني لها بمدينة القنطرة على مساحة 100 فدان، ليصل عدد الملتحقين بالجامعة بفرعيها إلى ما يزيد عن 10000 طالب. ووضعت الجامعة استراتيجية واضحة عند إنشائها كانت محاورها تطوير التعليم وفقاً لمعايير الجودة الدولية والتكنولوجيا المتقدمة، تأسيس شراكة علمية مع الجامعات العالمية. تقدم الجامعة منحاً تقدر ب50 مليون جنيه سنوياً للطلبة المتفوقين دراسياً وأبناء شهداء ضباط الجيش والشرطة. إن النجاح يولد الفكر ويطلق الطاقات، ليمتد حلم الدكتور حسن راتب في الاستثمار في العقول والبشر للوصول إلى العالمية، وليمتزج حلمه برؤية القيادة السياسية. يدشن جامعة العاصمة الإدارية بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. جامعة سيناء، هذه الجامعة التي حباها الله بنعمة كبيرة لاقتران اسمها باسم سيناء لتكون مركزاً للتميز العلمي والمشاركة الفعالة في تحقيق أهداف المشروع القومي لبناء مصر، متواكباً مع توجه القيادة السياسية. جامعة سيناء